أنا المواطن عدنان خضير سنافي من محافظة البصرة قضاء الفاو. مهنتي سماكة، بن عن جد احنا سماكة صيادة بالبحر، وتدرون انتو بالفاو أكثر هالعالم سماكة عن أب وجد، وما عندهم رزق إلا البحر. أكثر العالم هسه بطلت من البحر بسبب المضايقات، مضايقات الدولة الكويتية، لأنه منعونا من الصيد. منين ما تطلع تروح قال لك هذه حدودي. أصبح العراق بدون حدود هسه، وين ما تروح قال لك هذه حدودي، ومضايقات وشتم وغلط على الأعراض وكتيل. أنا واحد من العالم، ضربني واحد من عندهم براسي وغمى علي حدود الساعة ونص، زين، ولزموا النوخذة مالتنا اللي هو السائق مال اللنجة واسمه فايق، لزموه قتلوه كتل ورموه بحيث أسبوع كامل بالبيت ما بيقوم، الوجه مريم، الجسم كله مريم. عمي احنا مو يمكم، احنا بالبحر. قالوا لا مالكم، كل بحر يمنا، هذا البحر كله. ان عدد اللنجات اللي كانت ما تنحصر بالالاف، هسه لنجات قليله جدا قامت تطلع بسبب المضايقات الكويتيه. 90% ما حد يطلع، 10% هسه تطلع اللنجات، ما حد جاي يطلع، لان ما على شنو ينكتل او على شنو ينهان، وماكو كرد من الحكومه العراقيه، ماكو رد. وهذه نتيجتها هسه قاعد التجاوزات قامت تكبر علينا، يوم ياخذون من ارضنا ويوم ياخذون كذا ويوم يوم، زين، واي رد فعل من الحكومه ماكو.